معانا على الهاتف طبعا واحد من النجوم الكبار في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي والقائد السابق كابتن منتخب مصر سابقا وأيضا المدرب العام السابق في الجهاز الفني السابق بقيادة أجاري لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الكابتن هاني رمزي. مساء الخير يا كابتن هاني وأهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين، أهلا بيك. كابتن هاني، أهم ملاحظاتك الفنية على أداء منتخبنا الوطني الأول تحت قيادة كابتن حسام البدري في مباراته في جولته الأولى أمام منتخب كينيا؟ أكيد زي أي حد، يعني أكيد الشكل العام ما كانش على المستوى المطلوب. أعتقد كان في أداء سيء على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجومي حتى ما كانش في أي ملامح خطورة على فريق كينيا. يعني جهاز فني جديد، أعتقد لسه كمان كابتن حسام يعني ما قدرش يوصل للتشكيل المناسبة في وقت قصير جدا. احنا طبعا عارفين وسمعنا الكابتن حسام بعد المباراة اللي يمكن توقف الدوري شوية، يمكن الحالة البدنية للاعبين كانت في أدنى مستوياتها، ممكن ده يكون سبب عدم انتظام اللعيبة في مباريات رسمية. لكن طبعا الاداء كان ضعيف جدا، وطبعا النتيجه كانت مفاجاه للجميع. لكن زي ما بقول، يعني دلوقتي ما فيش مفاجات في كره القدم، يعني مفاجات كبيره جدا ما فيش، فروقات كبيره بين المنتخبات الافريقيه. شفنا الكاميرون برضه بيتعادل على ارضه امام فريق الراس الاخضر، فعايز اقول لما ما بتستعدش بشكل جيد ويكون استعدادك جدي جدا من خلال معسكرات للتركيز عالي جدا، اعتقد ممكن تبقى في مشكله في الفتره اللي جايه. كابتن هاني، رايك او تحليلك وتقييمك الفني لمستوى منتخبي جزر القمر وتوجو بعد الجوله الاولى اللي فاز فيها منتخب جزر القمر على ملعب المنتخب التوجولي في الجوله الاولى وفاز بنقاط المباراه، هم فين من التقييم مقارنه بالمنتخبين المصري والكيني؟ لا، خلينا نتكلم بكل امانه، يعني المنتخب المصري الطبيعي جدا ان احنا نكون الافضل على جميع المستويات، يعني منتخب كينيا، منتخب جزر القمر، منتخب توجو، يمكن منتخب توجو يمكن يكون الافضل على مستوى الخبرات، على مستوى حتى المشاركات الافريقيه، كانت مفاجاه كبيره كمان لسوء هزيمه توجو على ملعبها. طبعا توجو على ملعبها، يعني كمان دي زودت مسؤوليه المباراه اللي جايه. احنا عندنا مباراه مهمه جدا ربنا يوفقهم فيها بكره، لكن زي ما بقول لك انت لو مش هتستعد بشكل جيد، طبعا على الورق وعلى خلال الخبرات للامكانيات الفنيه والبدنيه للعيبه كلها، اعتقد منتخب مصر هو المنتخب الافضل في المجموعه، لكن ده كلامنا هنا في التلفزيون. لكن لو ما تترجمش الكلام دوت لتركيز، وما تترجمش ل اصرار في الملعب انك انت اللي تبين داخل الملعب ان انت الافضل، هتبقى في طبعا مشكله. المستويات قريبه، لكن زي ما بقول لك انت بتقرب مستوى الفرق الاقل مستوى، المستوى الثاني والثالث ليك، انت اللي بتدخلهم الجيم. يعني الكوره في ملعبنا، وكلنا ثقه في الكابتن حسام البدري والمجموعه اللي موجوده، ويعدوا المشكله اللي يعني اللي حاصله دلوقتي نتيجه التعادل مع كينيا، وان شاء الله الامور. يعني انا اعتقد المكسب بكره هيرجع تاني الثقه، وهيرجع تاني حسابات الكابتن حسام. اعتقد لازم يعيد حساباته بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه، ويبدا يفكر هو عايز ايه الفتره اللي جايه. عايز يبني فريق، يبقى لازم يبص للمنتخب الاولمبي، ولازم يضم عناصر كثيره منه ويدي له الثقه، لان الاولاد على المستوى الفني ولاد كويسين. ما بقولش ده يلعب مكان ده، لكن عمليه تجديد الدماء ده مطلوبه، ولازم اوصل للاجيال كده. اعتقد ان احنا متاخرين فيه كمان شويه، فلازم المنتخب الاولمبي يكون على الاقل 8 9 عناصر موجودين في الفتره اللي جايه ان شاء الله مع المنتخب. يعني كابتن هاني، متفق مع الاراء اللي بتقول انه في الفتره الجايه بعد نهايه التصفيات وبعد نهايه ارتباطات منتخبنا الاولمبي في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، انه افضل قوام لمنتخبنا حسب رؤيه الكثيرين، واكيد حضرتك سمعت ده في الايام اللي فاتت، هو دمج كامل بين افضل العناصر في المجموعتين؟ خلي بالك احنا متاخرين في الموضوع ده. يمكن انا من 2012 كنت يمكن اقدم خطه كده، اللي هو ازاي بتجدد المنتخبات والاجيال بتتواصل. ده شيء طبيعي. احنا عندنا منتخب دلوقتي منتخب شباب، وعندنا منتخب اولمبي، وعندنا منتخب الاول. اعتقد حان الوقت ان احنا جزء كبير من المنتخب، من لاعبي المنتخب الاولمبي، لازم موجودين في المنتخب الاول في الفتره اللي جايه. ده طبعا على حسب كمان رؤيه الجهاز الفني للفريق الاول. يعني هو الجهاز الفني هو بيقعد وبيقول انا احتياجاتي في الفتره اللي جايه ممكن جدا انزل بالاعمار السنيه، يبقى انا ببص لكاس العالم، ممكن بطوله الامم اللي جايه، ممكن
ممكن تكون، مش هقول لك تحصيل حاصل، ولكن ممكن تكون محطه في بناء منتخب قوي لكاس العالم 22. وانا في اعتقادي ده الوقت المناسب، يعني ده افضل وقت. طيب اخيرا كابتن هاني رمزي، لو عندك اقتراحات بتقترح كصديق، كزميل، كنجم سابق في الملعب في الاهلي ومنتخب مصر، وايضا كمدرب له خبراته، بتقترح او بتتمنى ان يطبق الكابتن حسام البدري بعض الامور الفنيه المختلفه عن المباراه الاولى، او شايف انها تعدل من الاداء وتعالج اخطاء المباراه الاولى؟ وايضا نصيحه بتوجهها للاعبي منتخبنا قبل المباراه المهمه غدا امام جزر القمر، ايه اللي بتطالب بيه؟ يعني انا في رايي ان احنا ممكن جدا نلعب بطريقه مختلفه شويه، ممكن نلعب بطريقه 4-3-3. غياب برضه دي بيكر بشكل كبير عن الفريق مؤثر جدا جدا في طريقه 4-2-3-1، بتعتمد كتير جدا على رقم 10. مش موجود قفشه برضه، لسه خبراته الدوليه والمباراه صعبه. ممكن جدا نلعب بطريقه 4-3-3، بيكون فيها توازن في الحاله الهجوميه، بيكون عندك كثافه عدديه، وكمان في الحاله الدفاعيه اللي انت محتاجها كمان اكيد بكره، انك تامن دفاعاتك بشكل كويس، هتلاقي الكثافه العدديه في وسط الملعب. طبعا كابتن حسام البدري يعني وجهازه المعاون على اعلى مستوى، ان شاء الله يوصلوا للشكل المناسب للمباراه وتعدي المباراه على خير باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا المشاركه معنا كابتن هاني رمزي، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا، والمدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني الاول لكره القدم.